اخويا اش نقول لك، اللقاح ب 500 درهم كاين بعد الطبقات. حنا دابا على حساب الطبقات اللي في المجتمع ديالنا، كاين طبقه اللي لاباس عليها مريشه، وكاين متوسطه، وكاين الفقيره. حنا محسوبين على الفقيره، نورما كامل كلشي محسوب على الفقيره. 500 درهم راه ماشي في متناول الجميع، كاين اللي كيصور وكاين اللي ما كيصور، كاين اللي عمره تسفيل ما تسفيلش. الكونفينمون سدونا 3 شهور ونص، مع 4 شهور ما خدمنا ما والو. جاب الله ديك البادره ديال سيدنا الله ينصرو، ديال التضامن، نفعات شحال من واحد. ويا 500 درهم راه ماشي في المستطاع ديال المغرب، ديال الانسان المغربي راه والو. واش كاين اللي ما عندوش شي كيمشي خبزه وغتقول لي لقاح ب 500 درهم كي غيدير لها؟ أقول لك كي غيدير لها 500 درهم كي غيدير لها؟ ماشي في الاستطاعه. الشعب مواصله في العظم، الله يحسن العون وصافي. وكل واحد عن بير الله، واحد بائع في الدول بحال هاد الفراشه اللي غتقول لي غندوب لك برق لقاح ب 500 درهم وما كيتسفيلش. وريني واش كيتسفيل. كل واحد عن بير غير الله. وراه الحكومه اللي خاصها تلقح بنادم فابور، علاش فابور؟ علاش كاين اللي عنده؟ راه كاين اللي عنده وكاين اللي ما عندوش. بالنسبه لنا الطبقه يعني المتوسطه 500 درهم بزاف للفاكسان ديال هذا كوفيد. يعني بالنسبه لواحد عنده 4 الاولاد ولا 5 يعني خصو 2500 درهم، وجايه دابا المدرسه والله فات العيد الكبير، يعني شي حاجه بيزار. حتى يعني واحد الله كيتخلص 2000 درهم للشهر ولا 3000 درهم، اش غدير ليه؟ خصو شهر كامل وعنده الكرا زيد مصاريف. الله يحسن العوان الجميع. والمسؤول هو الدوله، الدوله هي اللي خاصها فاكسان دير فيه شي ثمن زوين والثمن رمزي، هي تقدر هي خصها توفر الفاكسان. ماشي في المستطاع ديال الشعب المغربي، راه شحال من واحد كاين اللي مسكين هكاري وما عندوش ما عندوش حتى باش يخلص لا الدواء الوالدي، راه شحال من حاجه فهمتي. كي غيدير هاد السيد هذا يخلص 500 درهم، بحال دابا كتلقى بنادم كاري بيت وكوزينه فهمتي، كي غيدير وفي كورونا كي غيدير يخلص هاد 500 درهم وعندو 20000 ريال في الشهر خاصو يخلصها، راه ما يمكنش. راه الدوله هادشي اللي دايرين راه ما خدامش. بالك انت شكون هو اللي خاص يتدخل في هذه الحاله؟ الرئيس الحكومه اللي خاص يتدخل في هذه الحاله. الحكومه رئيس الحكومه هو اللي مسؤول على هذا الشيء، هو اللي خاص يتدخل في هذه المسائل. بالك شنو هو الحل اللي يقدروا يلقاو لينا؟ الحل اللي يقدروا يلقاو لينا هما يديروا على الاقل 100 درهم للمواطن العادي فهمتي، ولا 50 درهم، هذا هو المواطن العادي اللي يقدر يتشافى منه.